حتى لو كان بذراع واحد. هذا هو الشعار الذي رفعه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عند الاستقرار على قائمة الفريق المشاركة في فترة التوقف الدولي الحالية ليدخل في أزمة مع ريال مدريد بسبب الظاهرة بلينغهام. فما القصة؟ أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خلال الساعات الماضية قائمة الفريق والتي ستشارك في فترة التوقف الدولي المقبلة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية. ريال مدريد قدم طلباً للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لكن هذا الطلب رفض بشكل قاطع، وهو الطلب المتعلق بإخراج بلينغهام من المعسكر الحالي والعودة إلى إسبانيا. ريال مدريد أعلن في بداية الأسبوع إصابة بلينغهام بخلع في الكتف، ما يعني أن النجم الإنجليزي سيغيب لفترة طويلة، لكن المفاجأة كانت وجوده في قائمة المنتخب الإنجليزي قبل مواجهتي مقدونيا الشمالية ومالطا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024. ريال مدريد طلب خروج بلينغهام والعودة إلى إسبانيا لتلقي الرعاية الطبية ويستمر في برامجه التأهيلية حتى يكون مستعداً للمشاركة في أقرب فرصة ممكنة، لكن هذا الطلب رفضه الاتحاد الإنجليزي ببساطة. الوقوف على طلب ريال مدريد يأتي على الرغم من إخراج الاتحاد الإنجليزي 3 لاعبين من معسكر الفريق، وهم ماديسون ولويس دونك وكالوم ويلسون، بسبب الإصابات التي يعاني منها الثلاثية. الاتحاد الإنجليزي أصر أن يجري فحوصات خاصة لبلينغهام للتأكد من قدرته على اللحاق بمباراة مقدونيا الشمالية الثانية في تصفيات اليورو. كارلو أنشلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أكد أن بلينغهام لم يكن قادرا على اللعب في الفترة الماضية، ما يعني أنه لن يكون كذلك قادرا على اللعب في إنجلترا، وليس هناك داع للضغط عليه. الجهاز الطبي للمنتخب الإنجليزي يؤكد أنهم يرغبون في مراقبة تطور حالة بلينغهام وبحث إمكانية مشاركته في إحدى المباريتين المقبلتين في تصفيات اليورو. لم يجد ريال مدريد ما يقوم به بعد رفض الاتحاد الأوروبي إخراج بلينغهام من المعسكر، خصوصاً وأن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنح الاتحاد الإنجليزي الحق بالاحتفاظ باللاعب. لوائح الفيفا تقضي بأن اللاعب إذ لم يكن مصاباً إصابة خطيرة تمنعه من اللعب، فلا يمكن لناديه أن يمنع المنتخب من استدعائه للعب لمعسكر رسمي، خصوصاً وأننا في فترة التوقف الدولي. بلينغهام هو نجم ريال مدريد الأول في الموسم الحالي، إذ خاض 14 مباراة منذ الانضمام إلى ريال مدريد قادماً من بروسيا دورتموند الألمانية، مسجلاً 13 هدفاً ومقدماً 3 تمريرات حاسمة. بلينغهام يعتبر كذلك العنصر الأساسي الوحيد في تشكيل المنتخب الإنجليزي، ويعتبر مفتاح اللعب في صفوف الأسود 3، وهو السبب الرئيسي في إصرار الاتحاد الإنجليزي على استمراره في المعسكر.